معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيعتبر الحدث الثقافي الأكبر في مصر وأحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. السنة دي بنشوف تجمع فعلي لأكثر من 1200 ناشر بيمثلوا 70 دولة، تقريبا ثلث دول العالم مشاركة في المعرض هذا العام رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها دول العالم أجمع. ده بيبقى ليه دلالة على الثقل وأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب على الخريطة الثقافية الدولية. في مترجمات، في كتب انجليزيه، يعني في من كل الحاجات اللي ممكن تخلي اي بني ادم من الصفر المثقف. المعرض هو حدث دولي وبالنسبه لكل قارئ هو عيد، مش مجرد يوم بيستناه في السنه او مجرد يعني اسبوعين بيستناه في السنه. طبعا السوشيال ميديا طبعا ده بيأثر تأثير كبير على موضوع الكتب ونشرها. في ناس بتحب تقرا بي دي اف، بس في ناس اكتر بتحب تمسك الكتاب وتقراه ويبقى عندها ذكرى ليها. I have been very impressed by the Cairo International Book Fair. I am very, very fascinated by the fact that in Egypt people like books so much, that there are so many visitors here and so many people have come with children, with all their families, to enjoy reading, to share their passion for books. It's absolutely amazing, so I'm very impressed.